لتحرير نسيجنا شوف تي في بوان ما نعبروا على الفن ديالنا في القضايا الوطنيه وخصوصا في قضيه الصحراء المغربيه. يعني انا الحمد لله ذاك اللي كيهضر على الحكم الذاتي ديال الصحراء المغربيه الحمد لله لقى استحسان الشركه الوطنيه وكذلك حتى جلاله الملك الحمد لله خديت هذا الوسام. يعني ك ك ك ك يعني ماشي تعويض هو ك يعني توشيح او ك كميزه على الاعمال اللي قمت بها وعلى العمل اللي قمت بها. هذا طبعا شيء كيشرفني وشيء اللي كيعطيني واحد شحنه كبيره باش انني نستمر في يعني في قضايا ديال بلادي وديال 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 الفن اللي هو تراثي اللي كنمثلو انا الحمد لله هو انا مازال صغير. فطبعا الحاجه ما قلت كذا تشريف وتكليف في نفس الوقت. ومن هذا المنبر بطبع الحال كنشكر حتى الناس كذلك اللي ساعدوني وقفوا معاي وعلى راسهم يعني الاسره الصغيره ديالي. يكون شعور فيه الفرحه وفيه الارتباك وفيه الفخر فيه بزاف ديال الاحاسيس. اولا شعور بالفرحه لانك واقف قدام شخص جلالة الملك سيدنا الله ينصره اللي احنا كنحبو كاملين وكنتمناو له يعني طول العمر ويبقى لنا ديما المغرب منورنا به ان شاء الله بحول الله. ثاني حاجه ارتباك بطبيعة الحال كتقول انت يا واقف قدام جلالة الملك تجيك شويه ديال الارتباك والخوف بطبيعة الحال ومن طول فخر لانك الحمد لله كتقول بانك شاب من الشباب اللي بدوا المسيره ديالهم في السن وعطاو يعني مازالين في البدايه ديالهم الحمد لله لقاو العنايه الملكيه وهذا التوشيح. فبطبيعة الحال هذا كما قلت لك شعور يعني فيه بزاف ديال الاحاسيس. ولكن الى جيت نجمع هذا الشيء كامل باختصار نقول لك بانه شعور بالفرحه العارمه وشعور يعني بالفخر لانني كنمثل مدينتي فاس وجبت وسام الحمد لله لمدينتي والمغرب